بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنقدم لحضراتكم واحد من أشهر المواقع اللي بتوفر ربح معقول بالنسبة للمتعاملين مع الإنترنت أو الفيسبوك أو تويتر. كل اللي عليك من خلال هذا الموقع إنك تقوم بنسخ رابط لنتيجة زي الثانوية العامة، لامتحان القدرات، لخبر ما. هذا الرابط هتقوم بنسخه ولزقه داخل هذا الموقع. هذا الموقع المميز هيقوم باختصاره في بضع حروف بسيطة. هتقوم حضرتك بنسخ اليو ار ال ده هوت وتاخده وترميه في احد المنتديات، في موقع من المواقع، في الفيسبوك، في تويتر. والأصدقاء عايزين يحصلوا على المعلومة أو على هذا الخبر هيقوموا بالضغط عليه. كل ضغطة لها سعر معين بتختلف من دولة إلى أخرى. الموقع المميز ده اسمه ماي كات مي، أحد أشهر المواقع التي تستخدم في توفير الربحية للمتعاملين معهم من خلال اختصار المواقع، وهو أداة سعرية يقدر الباحث او يقدر المشترك داخل هذا الموقع انه يحقق ربحيه كويسه جدا وربحيه معقوله. كلما زادت عدد الروابط، كلما كان عنده لديه عدد كبير من الاصدقاء وقاموا بالضغط على الرابط المختصر، كلما حصل على مبلغ كبير قد يصل يوميا الى ربع دولار، نص دولار، دولار، 2 دولار، 3 دولار. ممكن تتحصل حضرتك في نهايه الشهر على 50 دولار او 100 دولار، بس ده عايز منك مجهود. وهنبدأ نشرح مع حضراتكم هذا الموقع المميز، موقع ماي كات مي. تعالوا بينا نجاوب على هذا السؤال، لماذا تنضم إلى موقع ماي كات مي؟ الموقع ده موقع اختصارات بيحقق لك ربحية عالية جدا، وهو أعلى موقع في الوقت الراهن. ماي كات مي هو أو هذا الموقع عبارة عن أداة مجانية هتقدر من خلالها تنشئ روابط قصيرة وتقوم بنشرها، نظير انك بتحصل على اموال وانت جالس في المنزل. تستطيع ادارة هذه العملية كل يوم رابطين او ثلاثة هتختصرهم وتنشرهم في الفيسبوك، في تويتر، في المنتديات، في المواقع، وتقدر تحقق ربحية ممتازة. ازاي تقدر تربح؟ عشان تقدر تربح لازم الاول تقوم بانشاء حساب من خلال هذا الموقع، ثم بعد ذلك هتقوم بنسخ مقال معين، عنوان مقال معين من خانة اليو ار ال ووضعها داخل هذا الموقع، ثم بعد ذلك تحصل على اختصار تقوم بنشره بين الأصدقاء. غير انك تقدر تحصل على أرباح من هذا الموقع، أي صديق هيشترك من خلالك هتحصل انت على 5% من الأرباح اللي بيحققها. بيتيح لك سيطرة كاملة على لوحة تحكم بنقرة واحدة، بيديك إحصائيات، بيحقق لك مكاسب كبيرة جدا. عشان تعرف حضرتك تعال معايا شوف معدلات العائد على كل 1000 نقرة، وألف نقرة مش مطلوب انك تحقق 1000 نقرة او الاصدقاء يتحقوا لك هذا الرقم. ممكن في البداية 5، 50، 100، 200، 300. لو كل 1000 نقرة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية هتحصل على 8 دولار لو من جهاز الكمبيوتر العادي، لو من الموبايل وتابلت 8 دولار، لو من المملكة المتحدة 8 دولار، تعالوا بينا في الكويت 7 دولار، عندنا الإمارات 6 دولار، المملكة العربية السعودية 6 دولار، مصر 5 دولار، سلطنة عمان 5 دولار، وهكذا مبالغ كبيرة تقدر تحققها. وتعالوا بينا نتابع حتى باقي الدول العربية، عندك فلسطين 4 دولار، قطر 4 دولار، عندنا كمان لبنان 3.5 دولار، المغرب 3 دولار، وهكذا. هذا الموقع المميز احد اشهر واقوى المواقع، انا اتعاملت معاه وحققت ربحية وهنشوفها مع حضراتكم، ثم بعد ذلك هنتعلم كيفية انشاء رابط خاص بيك، كيفية الاشتراك في هذا الموقع وتحقيق الربحية اللي انت بتتمناها، وده متوقف على عدد الروابط اللي بتقوم باختصارها ثم نشرها وقيام الأصدقاء بالضغط على هذا الرابط للحصول على ربحية مناسبة. تعالوا بينا نطلع على ربحية من خلال هذا الموقع. حتى تاريخهم حقق 2 دولار 57%،
عدد المشاهدات في حوالي 9 ايام 613 مشاهدة، ادي متوسط التكلفة 4. تعالوا نشوف مع حضراتكم اللي بيتم ارسال الفلوس عن طريق فودافون كاش او اكتر من طريقة هنشوفها. ادي الايام اهي، يوم 1/7 كان عندي 106 نقرة تقريبا نص دولار، تكلفة الالف نقرة ب4.2، يوم 2/7 67 26 سنت، يوم 3/7 37 سنت، ثم 38 سنت يوم 5/7، وهكذا. كلما زادت عدد المشاهدات اي الضغطات كلما زادت الارباح التي تحصل عليها. طيب لو انا دلوقتي عايزين يبريت الاحصائيات، لو عايز اقوم بسحب الاموال اللي انا حققتها من خلال هذا الموقع المميز، هيظهر ان هو رصيد، الرصيد ده يجب الا يقل عن 5 دولار. ثم بعد ذلك حضرتك هتضغط على سحب، لما تضغط على سحب هتنتظر 10 ايام هيتم التحويل. انا سبق ان انا سحبت على فودافون كاش، وهنشوف دلوقتي ازاي تقدر تسحب على فودافون كاش. ادي 6 دولار 5 دولار 5 دولار وهكذا، وده اخر مبلغ انا قمت بطلبه اللي هو 6 دولار و32 من 100. حصلت خلال 4 شهور على 20 دولار، لسه الحساب جديد لان الموقع لسه جديد. تعالوا بينا نشوف ازاي تقوم بعمل الاعدادات. ادي الاعدادات، الملف الشخصي بالنسبه لك، وده اللي يهمني فيه انك تقوم بملء البيانات، عنوانك، اسمك، رقم تليفونك، ثم بعد ذلك تختار طريقه الدفع، ثم بعد ذلك تختار طريقه الدفع، طريقه الدفع، وطريقه الدفع اللي انا اخترتها مع حضراتكم دلوقتي اللي هي ايه؟ فودافون كاش. ممكن تختار فودافون كاش، ممكن تختار بيبال، ممكن تختار سكرين، بيتكوين، ويب ماني، اختار الطريقه اللي تناسبك. انا بالنسبه لي فودافون كاش لان موجود في مصر هي افضل طريقه. وهنا بيحدد لك الحد الادنى للسحب، فودافون كاش 5 دولار، بينما البيتكوين 20 دولار وهكذا. عمليه سهله جدا وسلسه تقدر تحقق منها ارباح مهوله. يبقى ده الملف ايه؟ الشخصي. لو محتاج اي دعم تضغط على الدعم على هذه الطريقه، وتكتب اسمك والموضوع البريد الالكتروني وتبعت رساله للاستفسار. تعالوا بينا ندخل على احد المواقع، وليكن مثلا اليوم السابع مثلا، بلاش اليوم السابع، ادخل على قناتي على اليوتيوب، ادخل على مدونه، ادخل على احد الجرائد، ادخل على احد المواقع الحكوميه او الوزارات او المدونات او الدواوين، تمام، ادخل على منتدى، ثم هقوم بنسخ الرابط، تمام. وبعد ما حضرتك تنشئ حساب، وده هنتعلمه بعد ثواني، هتذهب لحاجه اسمها رابط مختصر، ومن رابط مختصر هتقوم بالضغط نهوت وتضغط كليك يمين وتختار بيست، ثم بعد ذلك تقول له اختصار، هيتحول الرصيد ده الى مجموعه من الايه؟ من الحروف. طيب ايه رايكم لو في موقع العنوان بتاعه طويل جدا وانت عايز تختصره، وفي موضوع مهم لكل الناس، زي مثلا ان السعوديه لغت الرسوم الخاصه بالعمره والحج كسبيل المثال، او ان احد الابطال في بلدك حصل على ميداليه، او ان في قرار وزاري الى اخره. هناخد مثلا هنا اهوت، اهو انا بضغط على اي حاجه عشان نتعلم. تعالوا شوف العنوان ده طويل قد ايه. هاجي رايح لي عندي اهوت اللي هي الماي كات مي، اضغط الى رابط مختصر، ومن رابط مختصر هضغط كليك يمين. نشوف الرابط يا شباب قد ايه، شوف الرابط ليه بقت على علامه في المية وحروف وكلام من ده، لانها بيحولها الى اللغه الانجليزيه. الرابط ده كله هتضغط على اختصار، ومن اختصار هتقوم بنسخ هذا الرابط كليك يمين، ثم تذهب الى الفيسبوك، الى تويتر، الى ما اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب من اصدقائك انهم يضغطوا عليه للحصول على معلومه معينه، او لمشاهده فيديو معين، او لمشاهده فيلم او مسرحيه، او لمتابعه حديث، او للاستماع الى ايات الذكر الحكيم. انت صاحب الراي وصاحب الفكر، ومن هنا تقدر تحقق ثروه بمرور الوقت. والموقع ده انا جربته والنتائج اكتر من ممتازه. طيب تعال بينا دلوقتي نقول ازاي حضرتك هتنشئ
هتشترك في هذا الموقع. عشان تشترك في هذا الموقع هيكون عند حضرتك، هيكون عند حضرتك رابط، هيكون عند حضرتك رابط. الرابط ده هو هتقوم بالضغط عليه، لما تضغط عليه هيبدأ يطلب منك، يطلب منك على هذا النحو. ونشاهد كده مع حضراتكم، ده الرابط اللي حضرتك هتضغط عليه للتسجيل المباشر في الموقع. لما حضرتك هتضغط عليه على هذا الرابط زي ما هنشوف اهوت، هتبدأ الخطوات التسجيل، وهي خطوات سهلة ومباشرة، خطوات سهلة ومباشرة. هيبدأ يظهر قدامك العنوان، ومن العنوان هنبدأ نقوم بعملية الاشتراك داخل هذا الموقع، عن طريق ان حضرتك هتبدأ تكتب الايميل الخاص بيك، الايميل الخاص بيك والاسم، ثم بعد ذلك تقوم بملء البيانات، فتجي لك رسالة على ايميلك، ومن الايميل تقدر تفعل هذه الرسالة. إذن هنقوم بالضغط على حسابي، نضغط على حسابي، او لو في زر للتسجيل نضغط عليه، انشا حساب، اختصر رابط، شارك روابط. هنا بيقوم بعملية الشرح. كل اللي علينا في الوقت ده هنضغط على حسابي من فوق، من اعلى الموقع او من اسفله، ثم بعد ذلك هنضغط على تسجيل عضوية جديدة، تسجيل عضوية جديدة، اقوم بادخال الاسم، اقوم بادخال الاسم، وبعدين ادخال البريد الالكتروني وكلمة السر، ثم اعادة كلمة السر، ثم انا لست برنامج روبوت. يا اما يقوم بوضع علامة صح، يا اما يظهر قدامك مجموعة من الصور، تختار ثلاث صور على الاقل. بعد ما تختار ثلاث صور على الاقل تضغط على اي اجري، ثم ريجستر، فيتم ارسال ايميل، رسالة على ايميلك يطلب منك التفعيل، وبعد التفعيل اصبحت الان جاهز للتعامل مع هذا الموقع الذي يحقق اعلى ربحية بالنسبة لاختصارات العناوين. اتمنى اكون وفقت في هذا الشرح الموجز، ومنتظر اسئلة حضراتكم للاجابة عليها. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.